اليوتيوب حذف له الأغنية والجمهور قال له شيرين السبب. فيا ترى إيه اللي حصل لأغنية حسام حبيب الجديدة كدابة واللي اتحذفت؟ وهل شيرين فعلا ليه علاقة بحذف الأغنية؟ اتفاجئ الجمهور بحذف أغنية كدابة لحسام حبيب من اليوتيوب بعد كام يوم بس من طرحها، واللي اعتبرها الجمهور موجهة لشيرين عبد الوهاب بعد انفصاله عنها. فيا ترى ليه أغنية حسام حبيب اتحذفت من اليوتيوب؟ وهل فعلا شيرين ليها علاقة بحذفها؟ البداية كانت مع طرح حسام حبيب لأغنية كدابة بعد انفصاله عن شيرين بشهرين، وبسبب كلمات الأغنية اعتبر الجمهور إن حسام بيوجه رسالة غير مباشرة لشيرين بطريقة غير مباشرة، فبيقولها في الأغنية كدابة بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتداري في وش الغلابة. وتصدرت الأغنية الترند وعملت صدى كبير عند الجمهور، لكن مفيش كام يوم وتفاجئ حسام حبيب والجمهور إن الأغنية بتاعته اتحذفت من على اليوتيوب. فافتكر الجمهور إن شيرين هي اللي ورا حذف الأغنية لأنها اعتبرت الأغنية إهانة ليها، لكن الحقيقة إن شيرين ملاش أي علاقة بحذف أغنية حسام حبيب، وإن السبب في حذفها بلاغ قدمه المطرب محمود عز، عمل أغنية اسمها بياعة، واتهموا منهم سرقوا الأغنية بتاعته بسبب الشبه الكبير بينهم، وقالوا إن اللحن مسروق من أغنيتهم. لكن ملحن أغنية كدابة إسلام رفعت طلع ورد على الاتهامات ونشر فيديو بيثبت فيه إن لحن الأغنية اتعمل من قبل الأغنية التانية، وقال في بوست ليه أنا ما كنتش هرد بس مضطر أرد لأن اللي بيحصل ده قلة أدب وتطول. لسه جايلي تليفون دلوقتي من صديق ليا بيقول لي إن في حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية حسام حبيب من أغنية لمغني أنا أعرفه معرفة شخصية واشتغلت معاه بالفعل، وعلاقتي بيه إنه مغني وأنا ملحن وموزع، يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني. أنا مسروق بالملي وبالهارموني حتى. هو برافو عليه، محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباجندا حسام حبيب ويحاول نجيب سيرته ويمكن تصيب معاه، بس أنا هخليها تصيب معاه إنه يتشهر بإنه غير أمين وما عندوش ضمير نهائي. كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي، إني عمري ما أعمل حاجة بالخسة دي أو بالسذاجة دي، إني أخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها وهي الموسيقى من حد أو أقتبس جملة من هنا أو من هنا. الحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني. الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعت لي كلامها من شهر مايو 2023 اللي فات تقريبا، لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام، وبالفعل كانت من نصيبه، والأغنية جاهزة من فترة كبيرة لكن حسام اللي كان بيأخر. ومرفق في البوست فيديو أنا مصوره بإيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو لكن رغم البوست اللي نشره ملحن أغنية كدابة لأن أغنية حسام حبيب إلا أن أغنية حسام حبيب لسه ما رجعتش على اليوتيوب بعد ما تم حذفها، وده اللي خلى المتابعين يقولوا أن ده ذنب شيرين لأن الأغنية كانت موجهة ليها. فيا ترى حسام هيعرف يرجع الأغنية بتاعته ولا لأ؟